الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي ومشترك لقناتكم الحبيبة اعرف دينك. تخيل إنك تيجي يوم القيامة وتفاجأ إن في ناس بتاخد من حسناتك. مين دول؟ أنا عملت لهم إيه؟ اسمع الآية دي وانت هتفهم قصدي على طول. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تصور وأنت تحاسب يوم القيامة يظهر لك خصوم أنت مش عارفهم وما شفتهمش قبل كده، يخاصمونك أمام الله عز وجل ويأخذوا من حسناتك وأنت في أشد الحاجة لحسنة واحدة عشان ترجح أو ترجح ميزانك يوم القيامة ليغفر الله عز وجل لك بها. هؤلاء الخصوم الذين لا نلقي لهم بالا بالدنيا، فكم من شخص وأنت تقود سيارتك يعترضك بقصد أو بدون قصد تقوم شتمه وتمشي، سمعك أو ما سمعكش، لكن الله عز وجل قد سمعك وكتبت عليك فأصبح خصما لك يوم القيامة وأنت لا تعرفه. وكم من مرة رأيت شخصا لا تعرفه في الشارع فعلقت أمام من معك على ملابسه أو على شكله أو على هيئته أو تصرف قام به وسجلت عليك غيبة لشخص ما سيكون خصيما لك يوم القيامة وأنت لا تعرفه. كم من مرة تشاجرت مع شخص شتمت أمه وأباه أو أهله ويكون هؤلاء كلهم خصماء لك يوم القيامة وأنت لا تعرفهم. وكم من مرة وأنت في حوار مع شخص ما وتحدثهم في أمور إحدى البلدان فقلت عنهم زي مثلا الشعب المصري، الشعب السوري، الشعب السعودي أو الشعب البنغالي، ولم يدر في بالك أنك ستقف خصما فرضا لكل واحد من هذا الشعب أمام الله يوم القيامة. النهاردة اللي بيطلع النكت على الصعيدة مثلا يقول لك شفت مرة واحد صعيدي كذا 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 أو الصعيدة بيعملوا كذا كذا كذا. يا عبد الله أنت لا تنتبه أنك ستقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وستسأل عنهم. قلت عليهم كده ليه؟ كنت بتقول كده عشان تضحك أصحابك باسمك النكتة ها؟ ولا كنت بتعمل ايه؟ فتأتي يوم القيامة بغيبتك هذه وبقذفك وبشتمك وأنت لا تعرفهم. فتصور إن شعب كامل ممكن يجي يوم القيامة خصما لك أمام الله لكلمة لم تلق لها بالا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة، حتى الخروف اللي بقرون من الخروف اللي من ذي القرون. فما يزال عبدي يجيء فيقول، فإن العبد لا جيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات والحسنات، فيرى أنه سينجي الله عز وجل من عذاب يوم القيامة. فما يزال عبد يجيء فيقول: ربي إن فلانا ظلمني بمظلمة، فيقول: أمحو حسنات، فانظر يرعاك الله كم خصيما سيأتي يوم القيامة بين يدي الله ليقتص منك ويأخذ من حسناتك. فإن غضبت وزل لسانك وشتمت أحدا أو قذفته فعاجل بالاستغفار في ساعتها لك وله، وقل: اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لي واغفر لأخي، وادعو له ولأهله، فإن الحسنات يذهبن السيئات، واستغفر وتب إلى الله عز وجل. فاللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولكل من سببته أو شتمته أو علقت عليه بكلمة أو نظرة، واغفر لي ولوالدي ولمن لهم حق علي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اوعى تدي حد من حسناتك ياخدها منك وانت ما تعرفوش، امسك عليك لسانك. أسأل الله أن يطهرنا جميعا من كل دنس ومن كل شر ومن كل سوء، ولا ننسى
الاشتراك في القناة اللي ما اشتركوش، وملاحظاتكم في التعليقات، وان احنا يبقى في اعجاب للحلقة لو عجبتكم. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.